لما اروح لاستقاله الحكومه ونتكلم فيها بقى كده على روقان كده ونفصص حاجه حاجه، اسالك سؤال صريح وواضح جاوبني عليه. الاعلام في مصر بيخدم الدوله ولا بيأذيها؟ بصراحه الاداء الاعلامي في مصر، لا، الاداء الاعلامي في مصر ما زال لسه اداء نفس الفكره، الشبه اعلامي زي الشبه السياسي. احنا لسه التجربه كلها في مرحلة النضوج، في مرحلة انها لسه بتكبر، وبالتالي وعشان كده التحديات. امتى الاعلام يخدم الدولة؟ امتى؟ لما ايه اللي يحصل فيه؟ لما يبقى مساحة الحرية اكبر، لما تبقى مساحة التفاعل مع الناس اكتر، لما يبقى التطرق لكل مشاكل الناس موجود، وانه يلعب الدور الرئيسي فيها بانه ان احنا نخرج نخب جديده. بالظبط، قلت لي كلمه حلوه قوي على النواب، قلت لي انه في تأييد بيأذي، في تأييد مؤذي. هل تعتقد انه في بعض الاعلاميين موجودين على الساحه الاعلاميه تأييدهم مؤذي؟ يعني اعتقد طبعا، وده بنشوفه في مشاهد، ويعني اي حد في الشارع تقعد تساليه مين الاكثر اعلامي ممكن يكون بالنسبه لك مستفز او طريقته مستفزه، الناس هتقول لك اسماء اتنين تلاته معروفين. وبالتالي طبعا في حاجات بتبقى بالنسبه للناس بتثير حنق الناس، وبالعكس احيانا انه تأييدهم لحاجات قد تكون ايجابيه تخلي الناس تشوفها سلبيه لمجرد ان هو ده اللي بيتكلم عنه. طيب لو هنتقل لاستقاله الحكومه، مين الوزارات اللي شايف ان هي لازم تتغير فورا؟ فورا لازم تتغير. لا، انا رايي واضح، انا يعني بشكل واضح جدا انا طالبت من 3 سنين بتغيير هذه الحكومه كلها. وبالتالي انا شايف انه المساله واضحه، وانا بس يعني تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي مره اخرى. ماشي خلاص، دي الفرصه الاخيره، وده تقدير القياده السياسيه الحكومة. ده تقدير القياده السياسيه لده، وهو عنده من المعلومات. تفتكر ليه؟ ما هو ليس عندي. ما ليه؟ يعني من وجهة نظرك، يعني من خبرتك السياسية، من رؤيتك، تفتكر ليه؟ حقيقة أنا مش شايف أسباب. أنا وفقا لما متاح ليا من معلومات. هل المشاريع لسه ما اتقفلتش؟ يعني هل أوراق لسه ما اتقفلتش؟ الدولة المصرية أكبر من إنها مشروع أو حاجة يقف على فرض، دي دولة كبيرة وضخمة وعريقة. اللي أقدر أقول لك عليه إنه القيادة السياسية بطبيعتها بيبقى بطبيعته عنده من المعلومات الكثير. أنا بما هو متاح ليا من معلومات شايف إنه كان الأفضل إن يبقى عندنا رئيس حكومة جديد. تقديري للقيادة السياسية غير كده، بالتالي هو رئيس الجمهورية عنده من المعلومات ما هو مختلف، وبالتالي هو عنده تقدير إن الدكتور مصطفى مدبولي يكون موجود. أنا بتعامل مع الموضوع ده إزاي بمنطق إيه؟ إنه هذه هي الفرصة الأخيرة. والأهم بالنسبة لي من فكرة شخص رئيس الحكومة هو خطاب التكليف الجديد للحكومة، اللي النهاردة بقى فيه أولويات مختلفة عن اللي فات. أولويات الرئيسية فيها بناء الإنسان، أولويات صحة وتعليم، وبالتالي النهاردة أنا ما يعنيني هو إنه إزاي اختيارات الحكومة وشكل الحكومة يكون انعكاس لهذه الأولويات التي صدرت بتكليف رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الجديد بهذه المحددة. كنت تتمنى مين يكون رئيس الوزراء القادم؟ كنت تتمنى، هل في اسم معين؟ انا لا احب مساله. طب ما هي اتعرضت على ما في ناس رفضت. هي اتعرضت على ناس وفي ناس رفضت. انا لا احب. طب ليه في ناس رفضت؟ ليه ما عنديش كواليس، ما اعرفش، وما اعرفش مين اللي رفض. يعني احنا بنسمع كل يوم اشاعات، هذا امر ما عنديش معلومه منه، ولا انا من النوع اللي ما بحبش امشي على الاشاعات. الرئيس نفسه قالها. ايوه، بس انا ما اعرفش، يعني انا لا اعرف مين الاشخاص ولا ايه اللي حصل.